السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض السكريبت بتاع البايثون. دلوقتي لو انت عايز تعمل تغيير وليكن مثلا هتحط متغير هنا، فهقول هنا نمبر سلايدر اهوت. دلوقتي في رقم بيدخل اهوت، فانا ممكن اجيب السينا مرتين واقول له ده اللي هو تي ان 0، اقول له انا عايز اعمل متغير وليكن مثلا اكس بيساوي اي ان 0. طيب ده كده الاكس، يبقى كده انا عندي متغير اسمه اكس. الاوتبوت ممكن نخليه اكس، اقول له سيف تشينج، هتيجي هنا في الاوت هتلاقي ان هو بيساوي 1. طب لو غيرنا الرقم دوت هتلاقي بيتغير معايا، هو اللي حصل ايه؟ ان الاوتبوت بياخد من ان. تمام. طيب انا ممكن اخلي فيه متغير تاني، اقول له الاكس ده بيساوي 3. تمام. لما انا باخد الاكس مره قبل كده هيشطب ده ويحط دوت. تمام. يعني هو بياخد اخر متغير انت عرفته بقى 3. طيب لو انا عايز اخلي الاثنين، اخلي ده واي واقول له الاكس وواي. تمام. سيف. بقى عندي حاجتين، بقى عندي اللي هو الاكس دوت وعندي الواي اللي هي ثابته بثلاثه. تمام. طيب ممكن اقول له الزد بتساوي واكتب قيمه مثلا بمقلب يد. واقول له سيف. تمام. طيب ليه ما جابهاليش؟ لان ما قلتلوش عرفها لي. اقول له هنا زد. تمام. ضفت هي. ممكن اعرف بقى كمان، مش بس كده، ممكن اقول له انا عندي A بتساوي واقول له انا دي بوينت دوت باي كوردينيت. باي كوردينيتس واقول له بقى ايه، خليها 2.2.2 واقول له عرف لي في الاوتبوت الايه. بقى انا عندي سلسله دلوقتي، الاكس اول واحده اللي هي بتساوي الاكس ديت اللي هو الرقم اللي بيجي من هنا، وبعد كده عندي الواي اللي هو ثابت، وبعد كده عندي الزد بمقربية، وبعد كده عندي الايه اللي هو عباره عن بوينت. لاحظ بالك ان في نقطه من شويه تاني، فكل ده بيخرج من كود البايثون. طيب دي اسمها متغيرات. المتغير هنا ممكن تعرفه اوتوماتيك، مره ان هو سلسله نصيه، مره ان هو رقم، مره ان هو رقم عشري وهكذا. بس ما ينفعش ان انت تخليه، يعني في بعض الكلمات محجوزه للبايثون ما ينفعش تاخدها، زي كلمه امبورت اللي هي الكلام اللي هو موجود باحمر دوت، ما ينفعش تخليه اسم المتغير. تمام. تقدر تختار اسم المتغير ما عدا الامبورت وفروم وهكذا. المتغيرات دي بتقدر تخزن فيها قيم وتستخدمها بعد كده، يعني تقدر تخلي في قيم كتيره ويبقى عندك هنا موجوده في الاوتبوت، تقدر تحط اي قيم انت عايزها.